اخر المباراه الوديه اللي كانت مع فريق اتحاد ديال موري خميسات ضد بلديه خميسات، والاستعدادات ديالكم، واش ممكن تقول لنا التصورات ديالكم مستقبليا ان شاء الله للفريق ديال بلديه خميسات سي خادم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ رشيد، شكرا على هذه الاستضافه. فريق بلديه الخميسات كيستعد للبطوله الوطنيه لعصبه الغرب، والحمد لله التربص ديالنا كان في مدينه الخميسات. التدريب ديالنا كناخذوها صباحا مساء في مدينه الخميسات، واللاعبين اللي تقريبا واحد 80% اللي قلبنا عليها ولقيناها موجوده، وعلى حساب العمر ديال هذه البطوله ديال عصبه الغرب تقريبا كاين من 1998 حتى 2003، وكاينين عندنا تقريبا 4 ديال اللاعبين اللي عندهم لاج ديال 95، ما خصكش تفوت هذا العدد هذا. والحمد لله تلبت الرغبه الحسين امسا وخالد باخوش اللي كنا كنسهروا على اللاعبين باش نقلبوا باش نلقاو العمر اللي غادي ياخذ هذه المباريات هذه، والحمد لله قلبنا على لاعبين ولقيناهم، وهذه بادره طيبه لينا، وهذا هو العمل ديالنا باش نقلبوا على اللاعبين في مدينه الخميسات او خارج مدينه الخميسات. كاينه تقريبا 80 حتى 90% ولاد المدينه، وكاينين ثلاثه ديال العناصر اللي جبتهم من تيفلت اللي الحمد لله لاعبين كبار، وكنتمنى هذه السنه هذه ان شاء الله يكون الصعود، لان سطرنا واحد البرنامج باش نكونوا عند حسن الظن ديالنا، عند حسن الظن ديال الجمهور ديال مدينه الخميسات. وحنا في اطار استعدادات ديالنا لعبنا جوج مباريات امام اكاديميه ديال مجدي الجيلاني، الحمد لله كان جوج مباريات فزنا فيها، واليوم كناخذوا مباراه امام فريق اتحاد الزموري خميسات كنخسروا فيها ب3-1، ولكن ما كيهمش النتيجه كمكثر ما كتهم النظره على كل لاعب وعلى كل طريقه ديال الاشتغال ديال اللاعب، وحنا صاهرين على الاشتغال ديالنا، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يعاونونا باش نلقاو ذاتنا في البطوله ديال عصبه الغرب، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى من المكتب المسير ومن الرئيس اللي موفر جميع الظروف، وان شاء الله غادي تكون الامور في اعلى مستوى، وكنقلبوا باش نكونوا دائما في عبر 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 المباريات ديال عصبه الغرب نكونوا دائما كنتصدروا الترتيب، لان عندنا لاعبين اللي عندهم كفاءه وعندهم خبره في هذا الميدان هذا. الهدف ديالي انا كمدرب وكحسين امسا مساعد مدرب، عندي واحد النظره على اللاعبين في, 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 في اقسام الهوات، عندي معهم اتصالات، والحمد لله كاينه واحد النظره خاصه، وحنا كنخدموا في اطار المدينه، لان هذا الفريق هذا ديال بلديه الخميسات حنا اي لاعب كان في المستوى الكبير غادي يصب على فريق اتحاد الزموري خميسات، وفريق اتحاد الزموري خميسات اللاعب اللي خصو عمل باش يكون في المستوى، الا جا به اي لاعب جا لعندنا مرحبا به، باش نكونوا عند حسن الظن ديال الجميع، لان المدينه محتاجه اللاعبين صغار وشباب، لان تقريبا اللاعبين اللي عندهم مستوى عالي لازم يكونوا في القسم الوطني الاول او في القسم الوطني الثاني، والحمد لله حنا كنشرفوا على هذا الفريق هذا اللي هو بلديه الخميسات، وكنتمناو يكونوا اللاعبين عند حسن الظن ديالهم، وحنا درنا التنقيب ديالنا في وسط المدينه وخارج مدينه الخميسات، والحمد لله جمعنا فريق اللي هو شاب وطموح للصعود ان شاء الله، وكنتمنى المزيد من العطاء من اللاعبين من عمل، وتابعنا عمل شاق، لان هذه السنه هذه استثنائيه، وكنتمنوا ان شاء الله يكون الصعود، ولما لا يطلع فريق بلديه الخميسات القسم الاول هو الثاني، باش تكون عنده واحد الكفاءه ويكون عنده واحد المنحه من طرف الجامعه اللي هي 50 مليون، وكنتمنوا ان شاء الله نحرزوا عليها، وحتى حاجه ما بعيده، وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى ويكون عمل موفق للجميع، وشكرا.